من عمل الكثير من المنظمات في إعادة إعمار المناطق المحررة، إلا أن تلك المناطق لا تزال تعاني من وضع خدمي متدهور، وتكسر شبكات نقل المياه في الأحياء مثالا، والتي زادت الطين بلة بعد غرق أحيائهم نتيجة الأمطار وتسرب المياه في شوارعها وبيجي مثالا. أكو خدمات ولا أكو، هاي الشوارع كلها حفر، وهذا المي وقرقانة، يجون تجي التنكرات مال البلديه يسحبون المي. هذا مو اجراء، هذا مو يعني المفروض تصير مجاري، المفروض تتبلط شوارع. هاي محافظه، لا زين اذا المحافظه هيجي الاقضي والنواحي شلون؟ يعني هاي تعب حالكم، هاي لما خدمات. نعم متعب حالنا، وطين ومي ومتبهدلين وملعوبين طابة. الآثار السلبية التي خلفها داعش عند استباحته لهذه المناطق خلفت الكثير من المشاكل، لعل أبرزها خراب البنى التحتية، والتي تحتاج إلى سنوات وإمكانيات مادية كبيرة. والشوارع أيضا عندك الماي خابط القادسية، احنا يعني القادسية مظلومين، خليه يعني المي زايد، بس خابط المي جايين بدون تصفيه، بدون كلور، بدون اي شيء. يعني كمركز خدمات لا شارع مبلط، لا شيء. شوف شوارع القادسيه منهاره بردناب، مجاري ماكو، مي ماكو، كهرباء، خاصه كهرباء، يعني بعدنا على سلاك. العالم تطورت، تجي الكترونيه كهرباء، واحنا دي حد الان وايرات والله وفصلت دقمه وراحت الدقمه، فهذا ما يصير. فنرجو من المحافظ والمسؤولية على الكهرباء أيضا خلينا ننظروا إلى المواطن، يعني كنظرة عامة وليس خاصة. عن جاي أحكي مصطفى الوحادي، قناة سامراء، صلاح الدين.